بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلماءنا والمسلمين، واستر عيوبنا وسائر المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المؤمنين المسلمين يا رب العالمين، وارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واكفنا ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا نكمل ما جاء في الحيض والنفاس والاستحاضة، وانتهينا في الأسبوع الماضي من أنواع المستحاضة وكيفية مراعاة الطهارة من عدمها في حالة زيادة نزول الدم عن 15 يوما، أو إذا خرجت المرأة عن عادتها، أو كانت مميزة أو غير مميزة، وشروط التمييز وغير ذلك. واليوم نتكلم على النفاس، وأقل النفاس لحظة، أقل الحيض يوم وليلة بشرط الاتصال، فلا تحكم بأقل الحيض يوم وليلة إلا إذا اتصل نزول الدم في خلال اليوم والليل. أما لو نزل الدم في لحظة ثم انقطع يوم أو يومين ثم عاد ظهور الدم بعد ذلك بعد فترة طهر أقلها 15 يوما، فتحكم أن المدة كلها حيض بالسحب، أي تسحب الأيام التي لم يظهر فيها الدم بعد نزول أول قطرة أنها من الحيض بالسحب على المعتمد. أما إن نزل الدم في بعد صلاة الظهر مثلا نقطة، ثم بعد ذلك نقطة أخرى بعد العشاء، ثم نقطة أخرى بعد صلاة الظهر في اليوم التي تليه، ثم انقطع الدم، فهذا يحكم له أنه أقل حيض، يعني يوم وليل، استمر يوم وليل. وأكثر الحيض 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 أيام. والدليل فيه الاستقراء، يعني سؤال الناس الواقع، لا يوجد دليل من الشرع معين على تحديد أقل حيض أو أكثر حيض أو غير ذلك. أما النفاس وهو الذي يرى عقب الولادة، أي دم يرى عقب الولادة يسمى نفاس، أو عقب سقوط، سقط يعني بعد حمل لم يكتمل، فيسمى أيضا نفاس. أقله لحظة، واللحظة أريد بها أي زمن يسير، يعني ينزل المولود وبعده دفعة دم أو لون متغير ثم بعد ذلك تطهر. في بعض النساء نفاسها بهذه الصورة لحظة واحدة، زي ستنا فاطمة الزهراء بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر النساء في هذا، حتى أنها سميت الزهراء لأنها كانت تلد وتقوم تغتسل وتصلي. وأقل النفاس لحظة، وأريد بها زمن يسير. وابتداء النفاس، يبتدئ النفاس من انفصال الولد، يعني بعد ما ينفصل الولد تماما، يبقى الدم الذي ينزل بين توأمين بين ولدين لا يسمى هذا الدم نفاس، لأن ما زال الرحم ممتلئا. فلو نزل التوأم بعد أخيه بيوم وليلة مثلا، ورأت دم في الفترة التي فيها هذا الانفصال، فهذا الدم له حكم الدم الذي تراه الحامل، هل نحكم بأنه حيض أو استحاضة؟ على الوجهان، على الوجهان، في وجه يقول أنه استحاضة، وجه يقول أنه حيض. فعلى الحيض تمتنع مما تمتنع منه الحائض، وعلى الاستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة، فتصلي بعد دخول كل وقت وتتودأ لكل صلاة. أما النفاس فلا يبدأ إلا بعد فراغ الرحم تماما، بعد فراغ الرحم تماما من الولد، فأي دفقة دم بعد ذلك تسمى نفاس. وابتداء النفاس من انفصال الولد، وأكثره 60 يوما، أقل لحظة، أكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. حتى الناس العام يقول لك ما ربعنتش،
ما ربعنتش يعني ما بلغتش ال40 يوم، ده الغالب. لكن في بعض النساء نفاسها يكون أقل من 40 يوم، 20 يوم، 10 أيام، أسبوع، كل واحدة حسب ما ترى القصة البيضاء، ولكن أكثر 60. فإن استمر الدم أكثر من 60 يوما اغتسلت في اليوم ال60، ثم بعد ذلك نحكم لها بحكم المستحاضة. والمعتمد في ذلك الاستقراء، يبقى المعتمد في الأقل والأكثر والغالب في النفاس الاستقراء. الاستقراء يعني الواقع. نقرأ كلام الإمام البيجوري، يقول: قوله وأقل النفاس أي زمنا، لأن النفاس يطلق على الدم وهو هنا بيتكلم على الزمن، فلا بد ان يبقى فيه مضاف يا محذوف مقدر، لانه النفاس ده دم، فازاي الدم يوصف بزمن؟ فهو يقصد اقل زمن النفاس، يبقى تفهم على طول أقل، زي ما يقول لك اقل الحيض يعني اقل زمن الحيض. واقل النفاس اي زمنا بدليل قوله لحظه، لانها اللحظه دي اسم للزمن اليسير، وفي عبارة مجة أي دفع من الدم. ولما يقول أقل النفاس مجة يبقى مش محتاجة تقدر زمن، لأنه هنا وصف كمية، وهي لا تكون المجة دي إلا في اللحظة. وفي عبارة لا حد لأقله، أي لا يتقدر بقدر، بل ما وجد منه عقب الولادة يكون نفاسا ولو قليلا، ولا يوجد أقل من مجة. مجة يعني دفقة واحدة. فمؤدى العبارات الثلاث، العبارات الثلاث واحد، اللي هو أقل مجة أو لا حد لأقله أو لحظة، كل العبارات الثلاثة دي معناها واحد. واختار المصنف الأول لمناسبته لقوله وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما في اعتبار الزمن في الجميع، لأنه لما اتكلم على الأكثر بالزمن وعلى الغالب بالزمن فجعل الأقل اعتبره أيضا لحظة، حتى يكون كل الكلام بالزمن. قوله وأريد بها أي باللحظة، وقوله زمن يسير أي بقدر ما يلحظ. قوله وابتداء النفاس من انفصال الولد أي من انفصاله، لا من زمن خروج الدم إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد، لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها، فزمن النقاء حينئذ من النفاس. عددا لا حكما على المعتمد. يعني لو ولدت، انفصل الولد ولم ترى شيئا، ثم بعد أقل من 15 يوما رأت دما، هي عندما لم ترى شيئا حكمها أنها تقوم وتغتسل وتصلي وتصوم. بعد أقل من 15 يوما، وهو أقل طهر، رأت دم، فيكون ال10 أيام اللي فاتت دي كلها لا حكم النفاس حكما، لا حكم النفاس عددا لا حكما، يعني عددا يعني عندها من النفاس بحيث ان نستمر نعد الدم اول ما نزل بعد 10 ايام نقاء وتمتنع من الصلاة في هذه اللحظة. فاذا استمر الدم اكثر من 60 يوم بما فيها ال10 ايام الاولى دي، يبقى نعتبر ما زاد عن ال60 يبقى استحاضة، فيبقى لا حكم النفاس عددا لا حكما، لان في ال10 ايام التي لم ترى شيئا صامت وصلت، فصيامها صحيح وصلتها صحيح. لكن لو رأت الدم بعد أقل من 15 يوما انسحب على فترة النقاء دي حكم النفاس في العد فقط، علشان نعد مدة النفاس اللي هتستمر. فإذا رأت الدم استمر معها بما فيها ال10 أيام دي 10 أيام أخرى، يبقى نفاسها 20 يوم. 10 أيام عددا لا حكما، و10 أيام عددا وحكما. فإذا زاد الدم عن 50 يوما بما فيه ال10 أيام، يبقى كده بقى 60 يوم، لأن هنحسب ال10 أيام النقاء الأولى تبع النفاس عددا لا حكما. نقرأ تاني كلام الشيخ:
إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد، لا أي من انفصاله، يعني ابتداء النفاس من انفصال الولد أي من انفصاله لا من زمن خروج الدم. إذا تأخر خروجه عن انفصال الولد، لكن بشرط أن يكون خروج الدم قبل مضي 15 يوما منها، لأن لو جاء الدم نزل بعد 15 يوما من الولادة يبقى دي حيض مش نفاس بقى، يبقى حيض جديد. فزمن النقاء حينئذ من النفاس عددا لا حكما على المعتمد، فإن كان بعد مضي 15 يوما فأكثر فهو حيض لا نفاس، لا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع كما مر. وما يقولك على الأصح دليل إن في وجهين أو في أوجه متعددة، الراجح فيها يسمى الأصح والمرجوح فيها يسمى الصحيح، يعني في مقابل للأصح إنه هو ما يعتبره برضو نفاس، فأكثر فهو حيض لا نفاس لها أصلا على الأصح، لأن الوجه المقابل للصحيح بيقول أي دم تشوفه في خلال ال60 يوم الأولانية، طالما لسه في خلال ال60 يوم اللي هو أقصى مدة نفاس نعتبره نفاس. لكن حكمهم واحد على أي حال، مش هتفرق معانا، لكن تفرق إن النفاس أقل لحظة، يعني ممكن ترى الدم بقى لحظة وتنقطع، وممكن والحيض أكثره 15 يوما وبعدها تبقى استحاضة، لكن النفاس أكثره 60 يوما. فلو حكمنا بالنفاس هنحكم مدة أطول، ولو حكمنا أنه حيض هنحكم مدة أكثر، لكن الوجهين موجودين. والمعتمد اللي رجحه الإمام النووي أنها إذا رأت الدم بعد مضي 15 يوما من الولادة فهذا له حكم الحيض وليس له حكم النفاس، وكأن هذه المرأة لا نفاس لها أصلا. النزيف ده كلمة بيقولها الأطباء أو المرأة مش الفقيه. الفقيه يشوف أي دم نازل بعد الولادة يسميه نفاس، ملوش دخل أكتر من لازم أو في المعدل الطبيعي، الفقيه يسميه نفاس. إذا زاد عن حده قوي الطبيب بقى يقول لا ده زيادة عن حد، ده نزيف كده، ده عايزة تتعالج، يعمل كحت، يعمل حاجة، ده علاج بقى. لكن أنا بتكلم على حكم الفقيه، الفقيه يحكم عليه يقول إيه؟ يقول إن المرأة دي الدم اللي شايفاه ده سواء كتير أو قليل طالما عقب الولادة يبقى اسمه نفاس، ويبقى حكمها حكم النفساء. وأي دم تراه في زمن الحيض يعني بعد مضي 15 يوما نقاء وسنها فوق ال9 سنين يعتبره حيض، هو ملوش دعوة بقى، يطلع الدم ده اللي نازل ده شكله مش لونه لون الحيض، ده شكله غريب، ده الطبيب بقى يقعد يميز الأشكال دي. لكن هي طالما رأته في زمن الإمكان بعد 15 يوما طهر يسميه الفقيه إنه حيض، ويقول لها امتنعي عن الصلاة. فإن زاد عن 15 يوما يقول لها لا كفاية عليك كده، الحيض خلص، دي استحاضة، قومي اغتسلي وصلي. يبقى ده شغل الفقيه غير شغل الطبيب. يبقى النزيف ده وصف طبي يتفق، والنزيف إذا زاد عن 15 يوما يبقى فقهي وطبي، اللي هي الاستحاضة، الاستحاضة نعتبرها نزيف برضه، الفقيه يعتبرها نزيف، يقول لها إن كده ده مرض، والدم اللي أنت شايفاه ده مرض ليس حيض ولا نفاس، فيأمرها بالعلاج وفي نفس الوقت لا يمنعها من الصلاة بالشروط اللي إحنا قلناها. يا لا ما تقضيش، ما احنا قلنا احنا هتاخد حكم النفاس عددا لا حكما، يعني لو صامت، لو صلت، لو حجت، لو طافت، عملت عمره، كل ده صحيح كويس. لكن من حيث العدد بقى، من حيث العدد هنعد بقى مع نزول الدم بعد 10 ايام هنعتبر ان ال10 ايام اللي فاتوا دول نفاس حتى زائد الدم اللي نزل ده طالما اقل من 15 يوم من حيث العدد. ليه؟ عشان لو استمر اكثر من 60 يوم نقول لها كفايه كده قومي اغتسلي بقى، وكده انت عديتي اقصى نفاس. قوله واكثره 60 يوما اي بلياليها، ساعة
سواء تقدمت او تاخرت او تلفقت، يعني بلياليها، يعني ابتدى ولدت في النهار يبقى بدا باليوم فالليل، ولدت بالليل يبقى الليل الاول وبعدين النهار، ولدت في نص الليل يبقى تلفقها، يعني يبقى نص ليله مع نهار كامل مع نص ليله من الثانيه عشان تكمل يوم وليله وهكذا، ده اسمه ملفق. يعني على حسب ما ولدت احسب 24 ساعه في اي وقت، ادي معنى او تلفقت. وقد ابدى ابو سهل الصعلوقي معنى لطيفا في كون اكثر النفاس 60 يوما، وهو ان الدم يجتمع في الرحم مده تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه 40 يوما نطفه، ثم مثلها علقه، ثم مثلها مضغه، فتلك 4 اشهر، واكثر الحيض 15 يوما في كل شهر، فالجمله 60 يوما، ولا يخرج ذلك الدم إلا بعد فراغ الرحم من الحمل، فلذلك كان أكثر النفاس 60 يوما. ده كلام ظريف كده، يعني ملاحظة إشارية كده ظريفة قالها، إن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ف40 يوما علقة، ف40 يوما مضغة، وبعدين بعد كده يؤمر الملك فينفخ الروح. يعني أدي 4 شهور، ف4 شهور في أقصى مدة حيض في كل شهر 15 يوما، يبقى دي 60 يوم، فيفضلوا الدم ده مستني ينزل بعد الحمل بقى، فينزل في صورة نفاس يقعد 60 يوم. ده رأي، يعني إيه، ملاحظة لاحظها أبو سهل الصعلوقي فقالها يعني الشيخ. فلذلك كان أكثر النفاس 60 يوما. وأما بعد نفخ الروح فيه فيتغذى بالدم من سرته، لا، لأن فمه لا ينفتح ما دام في بطن أمه كما قيل. طبعا الكلام ده اتضح انه فاتح بقه، وبقه بينفتح وبيبتدي يشرب السائل اللي حواليه، يشربه ويمضغه ويبلعه، علشان السائل ده هو اللي بيخلي يعمل تجويف للجهاز الهضمي وللجهاز التنفسي، ويبول ويتبرز، كل ده بيعمله وهو في بطن أمه دايرة كده. بس ايه، هم كانوا متصورين، بس ما بيعملش الحكايه دي على سبيل التغذي، يعني لما بيبلع الماء ده ما بيبلعوش على سبيل التغذي، والغذاء بتاعه جاي له من سرته، لكن ده على سبيل كمال تكوينه، علشان الجهاز الهضمي يبقى مجوف انبوبه يوم يجوفه، وعلشان الجهاز التنفسي يبقى انبوبه وهكذا، ده حاجه ثانيه في التخليق سبحانه وتعالى. يتبول، امال ايه، يتبول في الميه اللي هو فيها، عشان كده الميه دي احنا بنعتبرها نجسه برضه، اللي يسموها العوام القرنطش، يقول لك القرنطش، عارف انت اللفظ ده؟ ها؟ لا، ميه كتيره نزلت كده على حجر الدايه وهي بتولد، واخد اللي هي كان عايم فيها الجنين. لأن فمه لا ينفتح ما دام في بطن أمه، الكلام ده طبعا على حسب معلوماتهم الطبية في زمانه، ويقصد لا ينفتح للتغذي، يعني عشان نحمل كلامه على الصحة نقول لا ينفتح للتغذي، لكن ممكن نقول ينفتح لأحواله كما قيل. فلا يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيه، وأنت خبير بأن ذلك لا يظهر إلا بالنسبة لمن كان حيضها 15 يوما، إلا أنها حكمة لا يلزم اضطرادها. يعني بيقول ان الكلام ده على كلام الشيخ الصعلوقي، ابو سهل الصعلوقي، ده للمرأة اللي حيضها 15 يوما. طب في امرأة تانية حيضها اقل من 15 يوما؟ ده يعني كلامه مش هيستقيم معاه، لكن هي اشارة ظريفة قالها وخلاص. والحكمة لا يلزم اضطرادها، يعني بيقول لك ان تعليله ده حكمة وليس علة، والحكمة لا تضطرد لكن العلة تضطرد، يعني تجد العلة في كل الصور، لكن الحكمة تجدها أحيانا ولا تجدها أحيانا. العلة وصف منضبط، ظاهر منضبط، والحكمة ليست لها انضباط، زي مثال السفر يرخص فيه، السفر الطويل المباح يرخص فيه الفطر وقصر الصلاة. العلة المسافة لأنها منضبطة، نقول مسافة قصر، والحكمة المشقة، والمشقة غير منضبطة، ممكن تسافر سفر مريح ما يبقاش فيه مشقة،
فتبقى موجودة أحيانا وغير موجودة أحيانا، وممكن يبقى المشقة اللي تجدها في مرحلة سنية معينة لا تجدها في مرحلة سنية أخرى. يعني لما تبقى قوي غير ما تبقى مريض، غير ما تبقى ضعيف، غير ما تبقى شيخ كبير، غير ما تبقى صبي. وقد تختلف المشقة بوسيلة المواصلات أو حتى بجو السنة نفسه، مسافر في الصيف ولا في الشتاء، في جو ربيعي ولا في جو غير معتدل، تتفاوت المشقة. فالمشقة حكمة وليست علة في قصر الصلاة أو في الفطر. فهمت ازاي؟ فالعلة وصف منضبط وهي مضطردة في كل الفروع، تجدها في أي سفر المسافة موجودة، أي سفر لازم تقطع فيه مسافة، لكن مش أي سفر تجد فيه مشقة. كذلك الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، والحكمة المحافظة على العقل. الحكمة انك تحافظ على عقلك، تمتنع عن شرب كل مسكر حتى تحافظ على عقلك اللي هو مناط التكليف. يبقى كل ما يزيل العقل يبقى حرام، لكن ليس كل ما يزيل العقل خمر. البنج مثلا يزيل العقل لكنه مش خمر. يبقى الحكمة زوال العقل، والعلة الإسكار، والعلة وصف منضبط. يبقى كل مسكر خمر وكل خمر حرام. سهلة كده. وعلشان كده انا بيقول لك ان الكلام اللي بيقوله ده حكمة، حكاية ان هو يقعد 60 يوم عشان اقصى مدة الحيض 15 يوما. والحكمة لا تضطرد، مش علة لكون النفاس 60 يوما، دي حكمة والحكمة لا تضطرد. ادي يعني ايه بيعلل كلام الشيخ. قوله وغالبه 40 يوما أي بلياليها كما مر في نظيره، والمعتمد في ذلك الاستقراء أي المعول عليه في الأقل والأكثر والغالب التتبع لنساء العرب من الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما مر. يبقى لو عملنا استقراء تام على مستوى بقى العالم ممكن نعمل أحكام جديدة. يعني هذا أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل النفاس وأكثر النفاس، قبل المناقشة حتى إلى الآن بين الفقهاء. لو جم فقهاء مثلا تبنوا أن يعملوا استقراء تام على وجه الأرض جميع أقطار الأرض، ويسألوا عن طريق الأطباء النساء وعن طريق مراكز البحث النساء في جميع أقطار الأرض، ويجي لهم على الإنترنت جداول بأقل حيض وأقل نفاس وأكثر حيض وأكثر نفاس على مستوى نساء العالم، ممكن منه تطلع حكم جديد تقول ان اقل الحيض كذا واكثره كذا بالاستقراء التام. لكن الامام الشافعي ما عملش استقراء تام، ده سال نساء العرب فما اعتبرش استقراء تام، ده استقراء لاهل عصري على طريق نساء العرب في الاقطار اللي الامام الشافعي راح. الامام الشافعي اتولد في غزه وتربى في الحجاز واشتغل شويه في اليمن وراح العراق وبعدين عاش في مصر، فهو سال في الحته دي. فيبقى لم يعمل حتى استقراء تام بين العرب كلهم. وعلشان كده الامور دي قابله للمناقشه حتى بين الفقهاء الان للي يريد ان يدلو بدلوه. يعني لو اطباء النساء دلوقتي مهتمين بالفقه الاسلامي مثلا، اطباء النساء المسلمين، وعايزين مثلا يبينوا ويعرفوا احكام جديده متعلقه بهذا، ممكن يعملوا اتصال بمراكز البحث العلميه في جميع انحاء العالم ويعرفوا ايه اقل الحيض واقل الطهر في كل مركز، ويطلعوا لنا احكام جديده وتتكتب وتتدرس لطلبه كليه الطب كاحكام فقهيه متعلقه بالمهنه اللي هم بيمارسوها، علشان لما تجي له المراه عندها دم ونزيف يقدر يفتيها فقها ويعالجها طبا، عشان يبقى في فرق بين الطبيب المسلم اللي بيعالج امراه وبين الطبيب الكافر اللي بيعالج امراه. ده لازم يبقى عارف احكام. أيضا أي كما أنه المعتمد في ممر. وأقل الطهر لما ذكر أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وغالبهما استطرد فذكر أقل الطهر. أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين قيد لابد منه، وقد أخذ الشارح محترزه 15 يوما أي بلياليها، وإنما كان أقل الطهر 15 يوما
لأن أكثر الحيض 15 يوما، والشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر. حتى العوام يسموها العادة الشهرية، يعني كل شهر، يعني بتتكرر كل شهر. فإذا كانت هي حاجة كل شهر وأكثر الحيض 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما عشان يكمل شهر، فيبقى أقل الطهر محسوب من كده. وقالوا إن الشافعية برضو إيه يعني اطمأنوا بإشارة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تمكس شطر دهرها لا تصلي، شطر دهرها لا تصلي يعني نصف دهرها. فقالوا إن ده في إشارة إلى أن أقصى مدة الحيض 15 يوما، وأن أقل الطهر 15 يوما، فيه هذه الإشارة. ولكن ليس الحديث جاء من أجل أن يبين أقل الحيض أو أكثر الحيض. واحترز المصنف بقول بين الحيضتين، أي لأنه قيد كما مر، وقول عن الفاصل بين حيض ونفاس أي أو بين نفاسين كأن ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة فحملت ومضى أكثر النفاس وطهرت، ثم بعد يوم مثلا ألقت علقة ونزل النفاس بعدها، فهذا طهر بين نفاسين. بيدي لك أمثلة، يعني أمثلة شوية نادرة، لكن هو الفقيه يحب إيه يمرن عقليته الفقهية في افتراضات قد لا تحدث، علشان يحاول يمرن نفسه. زي انت ما تبقى بتاخد نظرية رياضية مثلا ويعمل لك تمرينات ومسائل علشان يدي لك صور مختلفة تطبق عليها هذه النظرية علشان يبقى عندك عقلية تعرف تستنتج فيها. فهو بيقول هنا، بيقول ايه، احترز المصنف بقوله بين الحيضتين، يعني اقل الطهر بين الحيضتين. كونه بيقول بين الحيضتين دي كأنه مش عايز يقول بين نفاسين. طب وقال المرأة ممكن يبقى ليها نفاسين ورا بعض؟ ممكن، ايه المشكلة؟ فهو عايز يدي لك مثال بهذا، اي لأنه قيد كما مر، وقوله عن الفاصل بين حيض ونفاس اي او بين نفاسين. ازاي يبقى بين نفاسين؟ كأن ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة. افرض جامع زوجته مع نفاسه فحملت، وده احتمال نادر، مفيش امرأة وقت نفاسها بيبقى عندها تبويض اصلا عشان تحمل، لكن هو الفقيه بيفترض افتراضات. ممكن دلوقتي بعد ما بياخدوا الادوية اللي هي بمنشطات للمبايض دي، بقوا دلوقتي تبص تلاقي الست من دول تلاقي المبيض بتاعها يبيض باعداد كبيرة في اوقات مش منضبطة، وعلشان كده نظام التوائم زاد الايام دي، والتوائم الملتصقة والحاجات دي ما كناش بنسمع عنها كتير، دلوقتي بنسمع عنها كتير بسبب الأدوية اللي هي منشطات التبويض دي. فتبص تلاقي المرأة تبقى عندها المبيض بتاعها بدل ما بينزل بيضة كل شهر ينزل بيضتين، والمبيض التاني يبقى بدل ما يبقى مستريح بينزل كمان، فتبقى الحكاية ملخبطة. فكل الحاجات دي محتملة، الوقت محتملة متصورة، يعني كان زمان قبل ما ياخدوا الأدوية دي كانت نادرة الحدوث. فبيقول لو ارتكب الحرمة ووطئها مع النفاس عقب الولادة فحملت ومضى أكثر النفاس، يعني مضى أكثر النفاس بتاعها اللي هو 60 يوم بتاع الولادة الأولانية، وطهرت. يبقى كده مضى 60 يوم، طهرت اغتسلت وصلت، بعد يوم سقطت من الحمل الثاني اللي هو حصل كأنها بقت حامل في شهرين للحمل الثاني، ثم بعد يوم مثلا ألقت علقة ونزل النفاس بعدها، فهذا طهر بين نفاسين اللي هو اليوم ده بس، يوم واحد طهر بين نفاسين، وهو أقل من 15 يوما. إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض، أي وهو المعتمد، وهذا تقييد لقوله بين حيض ونفاس، لكن لا حاجة، احنا قايلين ان الحامل، هل الدم الذي تراه الحامل في اثناء حملها ده حيض ولا نفاس؟ احنا قلنا ان في وجهين، وجه يقول انه استحاضة وجه يقول انه حيض، واحنا بنرجح القول انه حيض علشان نريحها من الحركة ونقول لها ما تصليش وما تقوميش تتوضي ما تتحركيش ونامي على ظهرك. الحاجات دي كلها بتبقى مطلوبة، المرأة اللي بتجد دم أثناء الحمل الدكاترة يقولوا لها اوعي تتحركي ونامي واستريحي. فلما يجي الفقيه كمان يقول لها لا ده حيض كمان ما تقوميش تصلي ولا تتوضي، يبقى كمان
يعني نصيحة الفقيه تعين نصيحة الطبيب في التنفيذ. فاحنا هناخد على المعتمد ان الدم الذي تراه الحامل حيض. اذا قلنا بالاصح ان الحامل تحيض، اي وهو المعتمد، وهذا تقييد لقول بين حيض ونفاس، لكن لا حاجة لهذا التقييد الا اذا تقدم الحيض على النفاس بان حاضت وهي حامل وانقطع الدم ثم بعد يوم مثلا ولدت ونزل النفاس، فهذا طهر بين حيض ونفاس. واحدة كانت بتشوف الدم وهي حامل، بتشوف كل شهر 3 4 5 ايام شوية دم كده وهي حامل، تقوم تستريح شوية وتلاقيه انقطع، وبعدين تطهر وتغتسل وتصلي. فشافت الدم في الشهر الأخير قبل الولادة، وبعدين انقطع وطهرت واغتسلت وصلت، وبعد يومين ولدت فدخلت في النفاس، يبقى اليومين دول طهر بين حيض ونفاس. فهمت ازاي؟ وهو اقل من 15 يوم. عشان كده الشيخ قال بين حيضتين، علشان ايه؟ يمنع حكايه بين نفاس وحيض او بين حيض ونفاس. فهمت بقى راي الشيخ؟ وهو فهذا طهر بين حيض ونفاس، وهو اقل من 15 يوما مع تقدم الحيض على النفاس ان قلنا بان الحامل تحيض. واما اذا تقدم النفاس على الحيض فلا وجه لهذا التقييد فيه، بان نفست اكثر النفاس ثم طهرت يوما مثلا ثم حاضت، فهذا طهر بين حيض ونفاس. برضو لو انقضى، لو ولدت وشافت الدم بتاع النفاس بعد الولادة واستمر معها 60 يوم وبعدين انقطع عند 60 يوم، خلاص خير وبركة، اكثر النفاس 60 يوم، طهرت اغتسلت صلت يوم 2 3 رأت دم جديد، نقوم نقول لها ده حيض بقى، الدم اللي شايفاه ده حيض، والثلاث ايام ده طهر بين نفاس وحيض، وهو اقل من 15 يوم. لا يتصور هذا إلا لو كانت قضت أكثر النفاس، لكن لو النفاس بتاعها انقطع عند 20 يوم فطهرت، فقامت اغتسلت وقالت أنا كده النفاس بتاعي الحمد لله خلاص، وبدأت تصلي، قعدت كده أسبوع وبعدين رأت الدم، يبقى هنحكم على الأسبوع ده إنه نفاس عددا لا حكم، الاسبوع اللي انقطع فيه الدم. ليه؟ لان لما تجمع 20 زائد 7 دي 27 زائد الدم اللي شافته لسه ما كملش 60 يوم ولا كمل حتى 40 يوم، فيبقى بالسحب ياخذ حكم الايه؟ النفاس، ياخذ حكم النفاس وما نقولش. لكن مش هنقول ان ده طهر بين نفاس وحيض الا لو كانت خدت اكثر نفاس، عشان ما نقدرش نجمع عليه تاني الدم ونقول بالسحب انه ما زال في النفاس. فهمت المساله؟ مع تقدم النفاس على الحيض، فالحاصل أن الفاصل بين حيض ونفاس صادق بصورتين، أن يتقدم الحيض على النفاس برؤية الحامل الدم فينقطع على أن الحامل حائض، وبعدين تولد بعد أقل من 15 يوما، فيبقى ده طهر فاصل بين حيض ونفاس، دي الصورة بتاعة تقدم الحيض على النفاس. والصورة الثانية أو يتقدم النفاس على الحيض إنها تمضي أكثر النفاس 60 يوم فينقطع الدم فتغتسل، وبعد 3 4 أيام ترى دم تاني، فنقول إن الإيه؟ النقاء ده اللي بين الدمين ده نقاء بين نفاس وحيض، وهو أقل من 15 يوم. يبقى الصورتين جايب. وأن يتقدم النفاس على الحيض، والتقييد بقولي إذا قلنا إلى آخره، إنما هو بالنسبة للأولى فقط، للأولى فقط. فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، بل يجوز ألا يفصل بينهما فاصل فيتصل أحدهما بالآخر. يعني فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، الطهر يعني الذي بين نفاس وحيض أو حيض ونفاس ممكن يبقى أقل من 15 يوما، بل يجوز ألا يفصل بينهما فاصل فيتصل أحدهما بالآخر. يجوز واحدة شافت الدم في الشهر الأخير من الحمل
وفضل مستمر عليها الدم اقل من 15 يوما عشان تبقى ما تعدتش الحيض، على اعتبار ان المرأة الحامل تحيض، وبعدين بعد كده ولدت على طول، يعني شافت الدم 10 ايام وولدت ودخلت في النفاس، يبقى اتصل الحيض بالنفاس. فهمت بقى المسألة؟ ممكن ما ينفصلش بينهما فاصل. ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر، يعني ممكن المرأة يعني يجي لها الحيض مرة في السنة ويبقى بقية السنة كلها طهر، أو يجي لها الحيض مرة كل 3 شهور، كل 10 شهور، 4 شهور، لا حد لأكثر. طالما هي في نقاء يبقى خلاص بتصلي وتصوم وماشية طبيعية، يبقى ما فيش مدة نقاء معين لها حد أقصى بحيث بعدها نقول لها أنت لك حكم الحائض حكما، لا، يبقى لا حد لأكثره. قد ترى الحيض مرة في عمرها ثم بعد ذلك ينقطع فلا ترى مرة أخرى خالص لحد ما تموت، يبقى لا حد لأكثر الطهر بين الحيض. ولا حد لأكثره أي بالإجماع، فلا يتقدر بقدر أي الطهر. والمرأة تصدق على فكرة في عيدتها في حيضتها ونفاسها تصدق، يعني واحدة اتطلقت وحبت انها تتزوج بعد انقضاء عدتها، فاحنا بنقول لها ما تفكريش في الزواج الا بعد ما تحيضي وتطهري 3 مرات. تيجي لنا بعد شهر ونص تقول انا خلاص طهرت وانقضت عدتي، نصدقها؟ لانه ممكن يبقى حيضها يوم وليله وطهرها 15 يوم، وحيض يوم وليله و15 يوم، ويوم وليله و15 يوم. تصدق؟ مش هنعمل معاها تحقيق ونقول لها يا كدابه ازاي بقى واحده ينقضي حيضها وطهرها ثلاث في شهر ونص 3 حيضات؟ ازاي انت مش مسؤول؟ دي تستأمن على نفسها امام الله، لكن انت كقاضي مش مسؤول انك انت تبحث، او المأذون يسألها. هي هتتجوز زوج جديد وهي يوم مطلقه بقى لها شهر ونص ولا انقضت عدتك، تقول له يعني ايه العده دي؟ ولا يعني لازم تحيضي 3 مرات على مذهب الاحناف، او تطهري 3 مرات على مذهب الشافعيه. تقول له مرت 3. ما يقولهاش يقول والله العظيم اقول لها خلاص يعقد العقد، ملوش دخل هو بقى كدابه، يبقى هي مسؤوله عند الله. فالمراه مؤتمنه في هذا الامر، بس لازم طالما المراه مؤتمنه يبقى تعلمها بقى الاحكام الحيض علشان تبقى عندها دقه، مش تسيبها على عماها، تعلمها عشان تأتمنها بعد ذلك بالعلم. أيوة، ما احنا بنفترض ان واحدة طهرها اقل الطهر وحيضها اقل الحيض، يبقى دي 16 يوم، يوم وليلة حيض و15 يوم طهر، يبقى 16 يوم خلصت طهر بحيض، و16 يوم زي يوم طهر وحيض، و16 يوم زي يوم طهر وحيض، تيجي لك على 46 يوم بعد ما جوزها طلقها تقول لك انا كده طهرت يا عم الشيخ، يلا اعقد عليا انا هتجوز الراجل ده، واخد بالك؟ تصدقها بقى طالما انت فهمتها وهي قالت لك خلاص صدقها. ما احنا قلنا طالما الحيض ممكن بيقول يجي 5 ايام وبعدين يجي طهر 15، ايه المانع؟ ايه اللي يمنع؟ في كل الانواع. احنا نقول اقل الطهر 15 يوما، فلو شافت الدم بعد اقل من 15 يوما في النقاء بنعتبر الدم ده استحاضه ما يمنعهاش. يعني هي شافت الدم 10 ايام وانقطع، طهرت، اغتسلت، صلت، قعدت 10 ايام بتصلي، وبعدين شافت الدم تاني، نقول لا ده استحاضه، لان اقل الطهر 15 يوما، انت لسه ما قضيتيش اقل الطهر. اقل الطهر عندك 15، استمري بقى تصلي 5 ايام من اول ما شفت الدم بعد 10 ايام الطهر، فلو استمر بعد كده انقطعي، وبعد كده اليوم 16 اعتبري ده حيض جديد. فهمت المسألة؟ 4 ايام بعد 10، 4 ايام بعد 10، لا 5 عشان تبقى 15 يوم، تكمل لها 15 يوم بس، هتاخد الفترة اللي هي الباقيين اللي هي بتشوف الدم انها احكام المستحاضة. نشوف بقى احكام المستحاضه بتعمل ايه، بتتحفظ وتغسل عنها الدم بعد دخول وقت كل صلاه، وتتوضا لكل صلاه، ولا تتاخر الا بقدر انتظار الجماعه وغير ذلك.
طبعا. يعني المرأة أصل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض عند العرب، لفظ مشترك. يعني العرب تستعمل القرء حيض وتستعمله بمعنى ايه؟ الطهر، مشترك. واللفظ المشترك يبقى حقيقة في المعنيين، مش حقيقة في معنى ومجاز في معنى، واخد بالك؟ فهو لفظ مشترك. فالأحناف حملوا القروء على الحيضات، والشافعية حملوا القروء على الأطهار. فيبقى المرأة لازم يمر عليها 3 أطهار بعد الطلاق عشان تنقضي عدتها، وعند الأحناف يمر عليها 3 حيضات. هتفرق طب، يعني لازم تعد المرأة حيض وبعدين يمر طهر، وحيض كامل وبعدين يمر طهر، وحيض كامل. أول ما ينقطع الدم تبقى انقطعت عدتها، ما تستناش حتى أما تغتسل. ده الأحناف كده، لكن الشافعية يقولوا لا، استنى أما تغتسل، لأن لا يتم الطهر عندهم إلا بعد الغسل كمان من الإيه؟ من الحيض. وبتختلف برضه مدة العدة، لو هو طلقها حال حيضها ولا حال طهرها، لأن السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. فإن طلقها في حيض فهو طلاق بدعي يقع، ويقع لكنه طلاق بدعي لأنه بيطول على المرأة عدتها بلا داعي. لازم مستقبلات، تبقى اللي تستقبله بعد الحيض. وعشان كده طلقوهن مستقبلات عدتهن، مستقبلات عدتهن. في طهر مسها فيه ما يتحسبش، نستنى ما يجي لها حيض وتطهر يبقى طول. طلقها في طهر مسها فيه ما يتحسبش الطهر ده، هستنى اما تحيض وبعدين تطهر واحسب الطهر ده هو اول طهر، لان ربما تكون حملت. طلقها في الحيض، لا خلاص تحسب الطهر من بعد الحيض على طول، هتبقى اقصر هنا. ولو طلقها في الطهر هتبقى اطول من الاحناف، وهكذا تفرق في المدد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. سورة الطلاق مش كده؟ طيب، واللائي لم يحضن كمان كده، يعني اللي يائسوا والتي لم تحيض. واحد اتجوز واحدة قبل سن 9 سنين، يجوز عندنا عند المسلمين مش عند الشافعية، عند كل المسلمين، لكن قانونا لا، دلوقتي لازم يبقى سنها مثلا 16 سنة، ما ينفعش يعقد عليها. فيصح العقد ديانة ولا يصح قضاء، كويس؟ فلو عقد على طفلة عندها 5 سنين 6 سنين وبعدين دخل به وبعدين طلقها، واخد بالك؟ دخل بها يعني خلى بها حتى ولو لم يبقى معها وطلقها، لازم تستنى 3 شهور لان دي لم تحيض بعد، يبقى كانها حكم الايس. فهمت؟ لا، ما زال الوقت حتى في البلاد الحارة تلاقي البنت عندها 9 سنين تحيض، غير اوروبا البلاد الباردة تلاقي البنت بتحيض على سن 14 سنة مثلا، لكن غير البلاد الأفريقية كل ما تقرب لخط الاستواء بتلاقي حرارة الجو بتأثر على حرارة الجسم، بتأثر على التفاعلات الكيماوية اللي في الجسم، فبالتالي يبقى دورة الحيض بتتم بسرعة، غير البلاد اللي هي مناخها شديد البرودة يعني. أيوة طب، ما يجراش حاجة بقى، ما احنا بنقول ان طالما اقل سن جالنا 9 سنين، فلو واحدة في اوروبا عندها 9 سنين وشافت ده نقول ده حيض فقها واستحاضة عند الاطباء عندهم، لان يقول لك ما فيش بنت في اوروبا بتحيض عندها 9 سنين، يبقى انت عالجها انت يا طبيب، لكن انا كفقيه هقول ده حيض، انا كفقيه هقول حيض. ممكن البنت دي عندها جين استوائي، كان جد من اجدادها من افريقيا،
عرفنا واحنا دخلنا التاسع جدا. ما الوقت فيه اعداد كبيره، ملايين من امريكا اصلهم افريقي، مش جايين من افريقيا اصلهم ملايين الملايين، واخد بالك؟ بالرغم انهم عايشين في امريكا جو بارد، الا ان ما زال عندهم الجين الافريقي اللي هو الاستوائي، فتجدهم انهم بيحيضوا اسرع من البيض. يبقى مالناش دعوه، علشان كده الفقيه يحكم حاجه والطبيب يعمل حاجه ثانيه. طبعا بالمنظار، بالمنظار طبعا سهله خالص، حط المنظار. لا لا، الطبيب حتى لو شايف الدم ده نازل من عنق الرحم طالما بعد 15 يوما طهر وفي سن الامكان، يقول عليه حيض برضه، ما يقولش عليه استحاضه، حتى لو شايفه نازل من عنق الرحم. فهمت ازاي؟ يبقى احنا لينا زمن الامكان، لكن لو هو اقل من 10 ايام طهر وشافه نازل من عنق الرحم، يقول استحاضه بقلب جام، يقول استحاضه بقلب جام، لكن بعد 15 يوما يقول ده حيض. فاذا استمر اكثر من 15 يوما يقول كده كفايه، ونخش بقى في المستحاضه باحكامها، مميزه ولا غير مميزه، معتاده مبتدئه محيره، على حسب الانواع. ولا حد لأكثره، أي بالإجماع، فلا يتقدر بقدر، أي الطهر، أي لا بقيد قوله بين الحيضتين بل مطلقا. فالضمير عائد على مطلق الطهر، وعشان كده في الطهر قال أقل الطهر، ما قالش أكثر الطهر، لأن أكثر الطهر لا حد له، اتكلم على أقل وما اتكلمش على أكثره. فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض، أي كسيدتنا فاطمة عليه السلام، وحكمته عدم فوات زمن عليها بلا عبادة، ولذلك سميت بالزهراء، وقيل إنها ولدت وقت الغروب ونزل عليها النفاس مجة، ثم طهرت وصلت المغرب. يعني المشهور عن ستنا فاطمة بنت النبي، البتول يعني العابدة، إنما الزهراء يعني الطاهرة، فالزهراء هنا اللي هي يعني الطاهرة تماما. وأما غالب الطهر مقابل لمحذوف تقديره أما أقل الطهر، فقد عرفته. وأما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، أي فيكون هو الباقي بعد غالب الحيض، وقد تقدم أنه 6 أو 7. غالب الطهر تحسب غالب الحيض إيه؟ 6 أو 7 أيام، اطرحهم من 30 يوم شهر. فهمت ازاي؟ يبقى هيتبقى لك 24 يوم أو 23 يوم، ده غالب الطهر، يبقى غالب الطهر كده. فيعتبر بغالب الحيض، أي فيكون هو الباقي بعد غالب الحيض، وقد تقدم أنه اللي هو غالب الحيض، الضمير هنا يعود على غالب الحيض، 6 أو 7. ولذلك قال: فإن كان الحيض 6 فالطهر 24، وإن كان الحيض 7 فالطهر 23. فغالب الطهر إما 24 أو 23، وهذا ظاهر إن كان الشهر كاملا 30 يوم، فإن نقص يوما فلا يكون الطهر ما ذكر، تقلل يوم، لأن الشهر قد يكون 29 يوم أو 30 يوم باعتبار الهلال، يعني غير شهر الحكومة. شهر الحكومة حاجة اللي هو بتقبض بيه الفلوس، ده المرتب يعني، غير الشهر بتاع الهلال ده اللي بيبقى ساعات يبقى 30 يوم وساعات 29 يوم. وأقل زمن تحيط فيه، أي بعده، ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض، ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب أن غالبه 20 سنة، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به، لأنه كان زمان بيشتروا جواري، مش كده برضه؟ بيشتروا جواري من السوق، فله أن يردها بالعيب، يعني لو اشتراها باع وعندها 21 سنة وبعدين سألها الحيض جالك ولا لا، تقول له لا ما جاليش، ليه؟ انه يروح يرجعها بالعيب. ولو عقد عليها ودخل بها
وهي فوق العشرين، فسألها بعد الدخول هل جاءك حيض؟ فقالت لا، له أن يردها بالعيب، يعني يفسخ العقد ويعتبر أنه هم ضحكوا عليه. فهمت ازاي؟ ده الكلام ده بينبني عليه بعض الأحكام بالرد بالعيب. ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب أن غالبه 20 سنة، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة. يبقى هو لما شافوا كده في الاستقراء البلاد شديدة البرودة بتتأخر أوي البنت على ما تحيض، زي سيبيريا والحتة اللي هي في الشمال أوي، والبلاد شديدة الحرارة بيجي لها بدري شوية، والبلاد المتوسطة زي في مصر تلاقيها متوسطة، بنت على سن 11 سنة 12 سنة تلاقي جيلها الحيض في مصر كده، لأن مناخ معتدل. أوروبا تروح على إيطاليا شوية وتخش في الشمال تلاقي مثلا إيه 14 مش 13، يطلع فوق شوية في الشمال أكتر تلاقي 15 16، وهكذا كل ما إيه ازدادت برودة الجو. وكل ما نزلت في خط الاستواء تروح للسودان تلاقي البنت عندها 10 سنين في أسوان وفي النوبة يجي لها الحيض، تنزل شوية في الخرطوم وغيره تلاقي البنت عندها 9 سنين يجي لها الحيض، وهكذا. يبقى بتختلف من جو لجو. ولا حد لأكثر سن الحيض لجواز ألا تحيض المرأة أصلا كما مر. المرأة أي الأنثى، وقول وفي بعض النسخ الجارية أي الشابة، سميت بذلك لكثرة جاريها في قضاء حوائج بيتها، وليس المراد بها الأمة. يبقى الجارية سموها جارية ليه؟ علشان طول النهار أول ما البت تكبر كده وتبقى شاطرة تقضي مصالح البيت فيسموها جارية، طول النهار بتجري، طول النهار جارية في مصالح بيتها. وبعدين أول ما تبتدي بقى تبقى شابة كده يعني في سن زواج بقى تقوم ايه يسموها ايه العواتق، يسموهم العواتق عشان بقى ايه اهل البيت بقى يعتقوها من الخدمه، يقول لا اقعد انت بقى كده عشان كده يعني انت بقيتي عروسه، ما يصحش راحه جايه طول النهار كده يشوفك الشبان تقضي مصالح البيت، فيسموهم العواتق اصحاب الخدور. مش كده برضه الرسول كان يقول ايه واخرجوا العواتق اصحاب الخدور في صلاه العيد حتى يشهدنا الخير وجماعة المؤمنين. العواتق اللي هم اتعتقوا من الخدمة أول ما تكبر كده وبقت عروسة يبقى مستنية عدلها، اتعتقت بقى ما تروحش بقى تجيب الحاجة من عند البقال ولا تجيب الحاجة من عند المكواجي ولا تروح السوق ولا تنظف السلم ولا تفتح الشباك علشان إيه. لكن الوقت بيعملوا كده في الرجالة، لكن ربنا ينجي. تسع سنين قمرية يعني، وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين قمرية. 9 سنين بالرفع على أنه خبر، أقل يعني أقل ده مبتدأ وتسع دي خبرها، لا بالنصب على أنه ظرف لئلا يلزم أن الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها حاضر. نقف بقى عند هذا اللي هي 9 سنين، ونكمل يوم السبت القادم اللي هو هيبقى 31، يعني لازم تاخدوا حقكم على الاف. وبعدين اجازه ان شاء الله شهر 8 كل هيبقى 30 خلاص ان شاء الله، وبعد كده اجازه بقى هيبقى اول سبت من شهر 9 بعد ان شاء الله السبت القادم. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.